يحكى في قديم الزمان أن رهطا من شعوب التاريخ المجهول سارت بجوار النيل العظيم حتى استقرت على أطرافه قبل عشرات الآلاف من الأعوام. كانوا قوما من العمالقة الطوال تناقلوا المعارف بينهم جيلا بعد جيل وصولا لآدم عليه السلام، إلا أن من بينهم ملكا شديد البأس والقوة لا يعرف عنه الكثير، إلا أنه كان صاحب الزمان الأول في أرض مصر العليا والسفلى الذي بنى فيها البنيان وأقام عليها العمران، فدارت الشمس وصولا لعصر مصرايم وعهد يعمر بن شداد. فكتب الإدريسي في أعجوبته اختراق الآفاق وقال: من جبل البريم الأحمر نحتت هذه الصروح حين لا هرم فاش ولا شيب ظاهر. كان السؤال الدائم لفرعون يدور حول حقيقة الزمن الأول لأرض مصر، التاريخ المجهول الذي لا يمكن لأحد أن يجيب عنه إلا عن طريق وحي مرسل من رسول كريم. وعندما أرسل موسى عليه السلام سأله فرعون سؤالا سيكشف للعارفين بدون شك حقيقة الفراعنة في أرض مصر، عندما نظر إليه وقال: فما بال القرون الأولى؟ أي ما حقيقة التاريخ الأول لمصر؟ من بناها؟ من شيد فيها تلك الصروح العملاقة؟ ما قصة مصانع الخلود فيها؟ لماذا اعتقد اليونانيون أنها أطلانتس؟ والسؤال الأهم: هل حقا الفراعنة من شيدوا ذلك العمران؟ أم أنهم كانوا الوارثين لمساكن قوم ظلموا أنفسهم؟ في دراسة استغرقت العديد من السنوات سنكشف جانبا من التاريخ المجهول، التاريخ الأول قبل وبعد الطوفان، لنغوص في حقيقة جوهرية حول وجود الفراعنة وحقيقتهم في ذلك الزمان، زمن الحضارة الأولى في عهد آدم وصولا لعصر مصرايم بن حام. لم يختلف الكثير من علماء التاريخ الأول قبل الإسلام وبعده من أن التاريخ المصري يعود لعشرات وعشرات الآلاف من السنين، فمن هيرودوت وبيليني وثيودورس إلى السيوطي والإدريسي والمقريزي وابن كثير الدمشقي، كلهم كتبوا أن عمر حضارة وادي النيل متوغل في القدم وليس مجرد بضعة آلاف من السنين كما يزعم المدلسون اليوم. ففي القرن الخامس قبل الميلاد كان المؤرخ اليوناني هيرودوت يطوف بين الأمم والأقاليم ليجمع بعض التفاصيل عن تاريخ مجهول، تاريخ العهد الأول من أكبر مكتبات الأرض آنذاك. وعند وصوله لمصر صدم بشكل عميق، ليس بسبب مشاعل النار التي تعرف اليوم بالأهرامات، وإنما بسبب همسات حكماء مدينة أون المصرية عن قدم التاريخ الأول. فقد روت مخطوطاتهم القديمة أن الشمس أشرقت مرتين من حيث تغرب، كانت هذه الجملة بمثابة أحجية على مر السنين، قيل إنها ظاهرة فلكية حدثت قبل 39,000 عام، إلا أن الأمر الذي اكتشف بعد ذلك أثبت أن الحضارة المصرية تفوق 50,000 عام من تعاقب الأزمان. إن علماء الإسلام الأوائل أول من أكدوا عمق التاريخ الأول والمجهول، ففي العصر الأموي فتحت الأهرامات ونقشت الكتب والدراسات، فنقل جزءا كبيرا منها إلى المكتبات الفرنسية التي أرشفتها وحفظتها في مكان مرموق. وعند وصول نابليون بونابرت لاحتلال مصر حمل معه العديد من علماء التاريخ والتقصي، فأثبتت اكتشافاتهم أن حضارة وادي النيل تعود لعشرات وعشرات الآلاف من السنين، وهذه الحقائق تتعارض مع التلمود وتكشف تزويره للعهد الأول. سارعت الكنيسة لمحاربتها بجانب اليهود لإبطال رواية التاريخ المجهول،
تلك الحقبة الغامضة في الزمن الأول، وأعلن أن حضارة وادي النيل لم تكن إلا حضارة من حضارات متعاقبة عمرها لا يتجاوز بضع آلاف من السنين. فدار الزمان وصولاً لفجر الألفية الثانية من تاريخ الميلاد المزعوم. في أحد جبال صعيد مصر المعروف بتل الترامسة التابع لمركز قنا، عثر على بقايا هيكل عظمي لطفل يعود لخمسين ألف عام. خرج العديد من علماء الآثار بقول إن وجود بقايا عظمية تعود لآلاف الأعوام لا يعد دليلا كافيا لوجود حضارة آنذاك. وبعد مدة قصيرة عثر على هيكل آخر في سوهاج المصرية، أطلق عليه إنسان نزلة خاطر يعود إلى 35 ألف عام، وكلاهما محفوظان الآن في متحف الحضارة. أما في أسوان فقد عثر أيضا على مجموعة هياكل تعود ل18 ألف عام. هنا يطرح السؤال لكل إنسان عاقل حرر فكره من قيود الاستعباد الفكري: إن كانت الحضارة المصرية نشأت قبل 7000 عام فقط كما يقولون، هل يعقل أن سكان وادي النيل عاشوا أكثر من 45 ألف عام بدون أي وجود أو حضارة أو عمران؟ إن المنطق الطبيعي لكل شخص عاقل يقول أن هناك حضارات في التاريخ المجهول نهضت وتلاحقت من بعضها البعض وصولا لعهد الأسر الفرعونية التي حكمت مصر وورثت ما أنشأه المصريون الأوائل قبل عشرات الآلاف من السنين. يجب أن تعلم أن الله تعالى أنزل آدم عليه السلام للأرض وهو يملك المعارف كلها التي علمها الله له، ولا وجود لإنسان الكهف، ذلك الإنسان الذي يسممون به عقول الأطفال في المدارس على أن البشر الأوائل كانوا أشبه بالحيوانات ومن طفرة تطور القرود. فلقد أخبرنا الله تعالى في كتابه المحكم أنه علم آدم الأسماء كلها، أي أنه يعلم اسم الحاسوب والطائر والمحرك والسحاب. فعهد البشر الأول في الأرض لم يكن مبنيا على الجهل والبدائية كما يزعم أهل الضلال، بل كان على علم إلهي مباشر ما زلنا إلى يومنا هذا لا نعلم منه إلا ما أراده الله لنا أن نعلمه. ذكر المسعودي والإدريسي وابن كثير أنه في وقت مجهول من التاريخ، يقول بعضهم أنها فترة تعود إلى ما قبل طوفان نوح العظيم، والبعض الآخر إلى ما بعدها، إلا أنه في ذلك الزمان قام المصريون الأوائل أصحاب الزمن الأول في وادي النيل بإنشاء حضارة لم يشهد التاريخ مثلها. وعندما نقول المصريون الأوائل فإننا نشير لفترة تعود إلى ما قبل عهد الفراعنة بعشرات الآلاف من السنين، فتعاقب على تلك الحضارة الأولى حضارات أخرى لا يعلمها إلا الله. وبرهان ذلك يكمن في النقوش، النقوش على الأعمدة والجدران، فنجد بعض الآثار ملئت بالنقوش الفرعونية والبعض الآخر خالية تماما من أي نقش أو حتى كتابة. وتفسير هذا يعود إلى أن المصريين الأوائل الذين بنوا تلك الحضارة العظيمة كانوا على قدر عظيم من التطور والتقدم، فدونوا علومهم في أراشيف لا نعلم عنها شيئا، بينما الأسر الفرعونية لم تكن على قدر تلك الحضارة الأولى فاعتمدت على النقوش في البرديات والحجريات. ودليل ذلك هو تمثال أبي الهول الذي يعتبر من عجائب العالم في الإشادة والبلد
البنيان، ومع ذلك كان يخلو من أي كتابة أو نقش، لأنه ببساطة كان مدفونا تحت الرمال حتى في عهد الأسر الفرعونية، لذلك خلا من أي نقش أو علامة، وهو ما يؤكده علماء الآثار اليوم. وتلك الحقيقة تؤكد أيضا أن الأهرامات والمعابد والصروح تعود إلى ما قبل عصر الفراعنة بكثير. بالنظر إلى حضارتنا اليوم، نحن لا نرى تصاميم الأبنية الهندسية منقوشة على البنيان، لأننا نحتفظ بتلك العلوم إما في الكتب أو بوسائط التخزين الإلكترونية، فأصحاب الزمن الأول حفظوا علومهم بطريقة لا نملك عنها أي معلومة، وبعد انتهاء واندثار الحضارة التقنية الكبرى ضاعت تلك العلوم، واستخدم البشر وسيلة النقش والكتابة لتدوين معارفهم. فبالنظر إلى تلك النقوش نراها ركيكة وبدائية جدا، وضعت على تماثيل هندسية فائقة الدقة، أقرب ما تكون أنها صنعت باستخدام الآلات الحاسوبية. بالسفر إلى متحف اللوفر وجدنا أن تمثال أبي الهول المصغر الذي إلى الآن لا يعلم من قام بنحته ولمن يعود، إلا أنه بعد وصول مرمتاح للحكم قام أولا بوضع اسمه عليه، وبعد اعتلاء شاشانق لحكم مصر أخذه ونقش اسمه عليه أيضا، فكل فرعون ينحت اسمه بعد الفرعون الآخر. ولكن نقش الاسم لا يضاهي البتة جمالية صنع التمثال، فهل يعقل أنه من استطاع تصميم تمثال بتلك الروعة فشل بوضع بعض النقوش عليه بطريقة تضاهي جمالية التمثال؟ بالتأكيد لا، بل إن الأصح هو أن من نقش عليه ليس إلا وارث لحضارات فائقة التقدم والقدم. يقول نيكولاس غريمال استاذ المصريات بجامعة السربون الفرنسية إن تاريخ عصور ما قبل الأسر الفرعونية كبير جدا، بشكل يجعلنا لا نصدق أن مرحلة ما قبل الفراعنة كانت مجرد مرحلة تحضيرية لنشوء الحضارة، بل الأصح أنها كانت الحضارة الحقيقية للمصريين الأوائل التي ورثتها الفراعنة منهم. في عشرينيات القرن الماضي ومع بداية التنقيب، كانت حقيقة أن تلك الآثار تعود لحقب زمنية متواغلة القدم هي الحقيقة السائدة، إذ كانت التماثيل المنقوش عليها من قبل الفراعنة توصف بالتماثيل المغتصبة، واليوم تم استبدال هذا المصطلح بقول المعاد استخدامها. فحقيقة اغتصاب التماثيل من كل فرعون ونسبها لنفسه هي حقيقة رائجة، وهذا الأمر دفع رمسيس الثاني لحفر اسمه على جميع جوانب التماثيل لمنع أي فرعون بعده من وضع اسمه عليه، حتى في لغز توابيت السرابيوم تحت الأرض. يؤكد علماء الآثار الأحرار أن وضع النقوش عليها تم بعد عصور طويلة من إنشائها، ولا يعرف لهذا اليوم الغرض منها، لذلك الكثير من علماء الآثار لا يأخذون بالروايات الفرعونية المنقوشة لأنها مليئة بالأكاذيب والتدليس، فكل فرعون كان يسعى لأمجاده على حساب الآخر، وجميعهم ورثوا الحضارة المصرية الأولى في الزمن الأول المجهول. عندما أرسل الله موسى عليه السلام لفرعون من أجل دعوته لعبادة الله الواحد العظيم، سأله فرعون سؤالا لا يمكن لأحد الإجابة عليه، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وقال فما بال القرون الأولى، وهي آية دالة تؤكد أن فرعون كان يسعى لمعرفة حقيقة حضارة وادي النيل في عصر التاريخ المجهول. وقد أخبر الله أيضا عن مصانع الخلد وعن معامل كانت تنشأ لأغراض فائقة التطور في حقبة لا يعلمها إلا الله، ويعتقد الكثير من الباحثين أن تلك المصانع هي الأهرامات التي كشفنا لكم في وثائقي الأهرامات مصانع الطاقة حقيقتها والهدف من بنائها. فهذه الآية ستقودنا لاكتشاف حقيقة الفراعنة والزمن الأول للمصريين الأوائل. في
في بدايات القرن 21، قام عالم آثاري إنجليزي يدعى جيمي كوارترمين بكشف حقيقة عن مدائن صالح وقوم ثمود بالقرب من السعودية والأردن عن طريق آثار تصور حيوانات لم تعد موجودة في تلك المنطقة، كما وجد ممرات مائية فيها، أي أنها كانت غابات مطيرة في العهد الأول. وقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم قبل أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الشاهد في هذا الاكتشاف أنه عثر أيضا في تمثال أبي الهول الشامخ في الجيزة على مسارات مائية حوله، أي أنه يعود للعصر المطير قبل أكثر من 20,000 عام، وهو ما يكشف تزامنا بين حضارة عاد وثمود مع حضارة واد النيل، ويؤكد للمرة العاشرة على عمق الحضارة المصرية. فعندما وصف الله عادا ذكر إرم، المدينة التي لم تشهد الأرض مثيلا لها من قبل، وذكر أيضا مصانع الخلد وقوة أهلها وجبروتهم وتطور حضارتهم. فهل يكون قوم عاد هم المصريون الأوائل والبناة الحقيقيون لحضارة وادي النيل في الزمن الأول؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليس بالسهل، فهي تحتاج للكثير من البحث والتقصي والدراسة التي عملنا عليها على مدار 14 عام في دراسة مطولة عن حقبة التاريخ المجهول والمعروف أيضا بالتاريخ المحرم. واليوم نصل لبعض الأدلة العلمية والقرآنية التي تؤكد حقيقة تلك الفترة المجهولة، سواء كانت مقنعة للبعض أم لا، لكنها جعلتنا نتأكد من أن عمق الحضارة أكبر بعشر مرات من التاريخ المزعوم لها. في بداية الأمر لا يختلف أحد أن حضارة وادي النيل تعود للمصريين، ولكن الاختلاف حول حقيقة الفراعنة وعلاقة حضارة وادي النيل بعاد الأولى. وهناك من يرشح أن عاد الأولى أهلكها الله قبل الطوفان كما أهلك عاد الثانية بعده، ولكن الإجماع اليوم يقوم على أن الفراعنة هم بناة الأهرام والحضارة القديمة، ويستندون في ذلك على أن جميع النقوش باللغة الهيروغليفية التي تروي أن تلك المباني تؤول إلى ملكيتهم. ونرى هنا التناقض الكبير، فعلماء الآثار أنفسهم يؤكدون أن حكاية الفراعنة مليئة بالأكاذيب والتدليس، فهم دوما ما يتطلعون للتمجيد والاستعلاء، وهو ما يؤكده القرآن لنا. وأيضا تدعي الوسائط العلمية أن الأهرامات ما هي إلا مقابر لملوكهم، ولكن من حيث المنطق يستحيل أن يبني الفراعنة الأهرام مستخدمين في ذلك الأدوات البدائية لتقطيع الحجارة الكبيرة ونقلها مئات الكيلومترات، فتاريخ الفراعنة دون بواسطة أنفسهم، وبالتالي تنعدم فيها المصداقية الكافية، فكل فرعون كان يمحي نقوش الآخر ويمجد نفسه بشكل يجعل تلك الأبنية وكأنها شيدت في عهد الملك الجديد، وما هو إلا مغتصب لها. وإذا افترضنا أن الفراعنة بنوا الأهرامات، لما خلت من أي نقوش لهم؟ ولما لم يعثر على المومياوات في جميعها؟ فإذا قبلنا بهذه الفرضية وقلنا أن الأهرامات بناها الفراعنة كمقابر لهم، فأين قصورهم إذن؟ ولماذا لا يتحدث عنها أحد؟ فهل يعقل أن أناسا متجبرين متعالين يشيدون قبورا غاية في الروعة والدقة مثل الأهرامات، ومن ثم يسكنون في بيوت هزيلة من الطين؟ أغلب علماء الآثار يعلمون تماماً أن الفراعنة ورثوا حضارة المصريين الأوائل ولم يشيدوها، إلا أنهم يصرون على هذه الكذبة من أجل ترسيخ فكرة خبيثة لسرقة التاريخ من المصريين. ففي عهد الأسر الفرعونية كانوا يستعبدون بني إسرائيل، وبالتالي يشيرون بالخفاء وبطريقة غير مباشرة إلى أن حضارة مصر الأولى بنيت بأيدي اليهود، وهو مخطط قد يعتبره الكثير مجرد نظرية من نظريات المؤامرة، ولكن هذا ما يتم تدريسه حرفيا في مدارس الغرب ومدارس 33،
إلا أن الحقيقة التي سنكشفها لكم في الجزء الثاني من هذا الوثائقي أن الفراعنة لم يكونوا إلا مرمماً للحضارة المصرية الأولى وبأدوات بسيطة، فتلك الحضارة تخفي قصة عميقة من حقبة التاريخ المجهول تطلبت الكثير من البحث والتدقيق، ودفعت غيرنا للجزم بأن أسطورة أطلانتس هي رواية حقيقية كتبت قصتها الأولى في وادي النيل وبلاد الرافدين وفي عهد البشر الأول من التاريخ القديم.